اعتيادي بدأته مع زملائي في باب العمود في البلدة القديمة لإعداد تقرير ميداني. لم نكن ندرك أننا سنكون بعد لحظات في مرمى نيران هؤلاء الجنود من خلفنا. في لحظات أطلق جنود الاحتلال النيران على الشاب محمد خلف بعد طعنه جنديين وإصابتهما بجروح طفيفة. لم يكتف الجنود برصاصة أو رصاصتين، بل استمروا في إطلاق النار عليه بعد أن سقط أرضا ولم يعد يشكل أي خطر عليهم حتى استشهد.